معظم الناس قادرة إنها تنجح في جزء معين من حياتها، لكن هل هو قادر على إن هو يرتقي بالنجاح ده لأمور تانية في حياته، زي الأمور الشخصية، زي مثلا الأسرة، البيت؟ دايما الأمور دي بتحتاج لجزء معين من القيادة، لكن بحيث يكون تأثير المرأة أكتر فعالية من نفسه، من حيث الانضباطات، الله وكيل ما عارف يعني، يا رب بس أقدر أقولها صح، من حيث الانضباط الذاتي، او حتى على اللي هو في مجتمعه، او حتى البيزنس تبعه او الشغل الخاص بيه. ومن هنا نقدر نقول ان القدره على القياده هي دايما السقف اللي بتبحث عنه المؤسسات والشركات بانتظام، بحيث ان لو انت كانت قدره الشخص على القياده اعلى واقوى، بالتالي هيكون سقف المؤسسه والشركه هتبقى اقوى واكبر واعلى. وكاد نقول ان العكس صحيح برضو، لو كانت القدرة ضعيفة، بالتالي الإنتاجية والمؤسسة والريزلت اللي هيجي من الشغل ده هيكون ضعيف. وبالرغم من ده، إن في ناس بالفطرة بيمتلكوا الموهبة والقدرة على القيادة، إلا إن القيادة في حد ذاتها وحقيقتها مجموعة من المهارات المكتسبة اللي تقدر تكتسبها وتقدر تتعلمها، لكن ده أمر ما بيحصلش بين عشية وضحاها، هو بس بيحتاج بعض الوقت وشوية جهد منك. وهقول لك على شوية تيبس كده وخطوات تقدر تطور فيها نفسك وتمتلك قدر من المهارات اللي تساعدك، او قدر من التيبس، شوية تيبس تقدر تعزز بها نفسك. والتيبس دي بتيجي على كذا مرحلة، زي ما قلت لك هي حاجات ما بتجيش في عشية وضحاها. او الرحلة معانا، او المرحلة الاولى، هي انك تعرف انت عاوز ايه. وده يخلينا ندخل على حتة ان انت لازم تدرك القيمة دي كويس، لان معظم الناس بيفتقر وبيعجز عن قيمة وادراك القيادة، لان في المعتقد ان هي مسألة بتخص ناس معينة، وده كونسبت غلط، مفهوم غلط قوي. لأن كلمة قائد هي ليها كذا معنى برضو، يعني قائد على نفسك، إن بحيث إن أنت لو عندك الانضباط الذاتي، يا رب بس عارف أكون نطقتها صح، أو في بيتك، في شركتك، في المجتمع، في خلينا نتكلم بشكل سبيسيفيكال كده أو محدد، في الشركة أو البيزنس تبعك على العموم، او حتى في زي ما قلت لك في المرحله بتاعت مرحله ما من عمرك، في الثانوي، في الجامعه، في هكذا، بيكون عندك انضباط على نفسك الاول قبل ما تدخل على شركه او غيره او غيره. فكون الانسان مش عارف هو عاوز ايه، فده إيه ان النمو عنده ضعيف وضئيل جدا، ويكاد يكون بلا نمو. فاول حاجه نقولها في الرحله بتاعتنا والمرحله بتاعتنا الاولى، ان انت تحدد هدفك، انت عاوز ايه. ندخل على المرحلة التانية، وهي انك تتعلم عن القيادة نفسها، تقرأ عنها، تشوف ناس، تشوف صاحب حد مثلا عنده بيدير وحد ماسك منصب معين، وهو انك ازاي هتكون قيادي. لان في خلال الرحلة ومن خلال مرحلة ما معينة من حياتك، هتلاقي نفسك في موضع قيادي، زي ما قلت لك، اما تدخل مثلا جامعه، اما تدخل مثلا تخلص جامعه، هتمسك بيت، وتبقى تفتح اسره، وتلاقي مثلا اتحطيت في منصب مثلا في معين في شغل، وهكذا. زي ما انا بقول، يبقى المرحله الثانيه هو انك تتعلم اساسا عن القياده. الرحله الثالثه اللي معانا، او المرحله الثالثه، هي انك هتبدا تتعلم القيادة في وقت انت هتدرك افتقارك للمهارات، لمهارات معينة، وقت ما انت هتلاقي نفسك مفتقر للمهارات، وانت محتاج تتعلم سكيلز تكون ليك، او سوفت سكيلز او هارد سكيلز عموما. انت تلقائي هتبدأ بداية، اما انت تبدأ تنظم لمهاراتك، وتبدأ تنظم لحياتك، وتبدأ تنظم ليومك، انت تلقائي دي واحدة من السكيلز والمهارات اللي مختصة بعالم او حتة القيادة. ولو انت مفتقر للمهارات، فبداية اكتساب المهارة هو من بداية انك تبدأ في الاول في النظام، او في النظام اليومي للنمو الشخصي، في قيادة نفسك،
زي ما انت مثلا انت يومك مخربط، فتبدا تظبط نفسك انك تصحى مثلا الصبح بدري، تصلي الفجر، تبدا بقى ايه تمسك يومك من هنا. انا عندي بقى هبدا مثلا ايه قبل الشغل، مثلا ما عندي شغل الساعه 7، فانا صاحي الساعه 5، فالساعتين دول مثلا ايه انا بنمي نفسي في مهاره معينه، بقرا، بكتب، بشوف كورس معين، وهكذا بقى بتبدا تظبط، بتنبط انضباط ذاتي على نفسك الاول. وده يخلينا ندخل على المرحلة الرابعة، المرحلة الأخيرة والرحلة الأخيرة معانا من رحلة القيادة، وهي أن قدرتك على القيادة هتبقى شبه تلقائية، وبتلاقي الموضوع دايما هيبقى معاك في التطور يوم ورا التاني ورا التاني. وان قدرتك على القياده ما هياش في ثبات، بل هي في يعني في بمقدورها في التحسين والزياده وفي تطور دايما بحاجه تلقائيه. فالقياده نوعا ما مش حاجه يعني زي ما بيقولوا حاجه جيفت او هبه مثلا، او حاجه انت بتستنى ان هي تجيلك، او حاجه هي مثلا موجود عند هي في ناس عندهم السكيلز دي مهارة القيادة، لكن لازم يكون في تطور وتحسن منها مع التدريب والتعلم والتجارب اللي هتعيشها في حياتك. واخر حاجة ممكن نرونها مع تحمل المسؤوليات اللي انت هتقدر تحصل عليها في رحلة من رحلات اللي موجودة في الحياة طبعا. بس كده يا سيدي، سلام عليكم.